استقبل فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية أندونيسيا سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، الرئيس الفخرية للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة، وذلك على هامش زيارة سموه لجمهورية أندونيسيا لحضور منافسات النسخة 12 لبطولة القتال الشجاع بريف والتي تحتضنها العاصمة جاكرتا. وفي بداية اللقاء نقل سمو الشيخ خالد بن حمد تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله وتمنية جلالته لفخامته بدوام الصحة والسعادة والتقدم والازدهار لجمهورية أندونيسيا وشعبها الصديق. وقد سلم سموه فخامة الرئيس الأندونيسي رسالة خطية من جلالته تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية وعلاقات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين والشعبين البحريني والأندونيسي الصديقين، إضافة لدعوة جلالته لفخامة الرئيس بزيارة البحرين، مؤكدا سموه في اللقاء السعي نحو بناء جسور من التواصل بما يحقق التقدم في العلاقات بين البلدين في المجال الرياضي. وقال سموه: سعداء بتواجدنا بجمهورية أندونيسيا الصديقة، ونحن هذا اليوم من خلال بطولة القتال الشجاع التي أطلقناها من العاصمة البحرينية المنامة لتكون بطولة بحرينية بصبغة عالمية في رياضة فنون القتال المختلطة لفئة المحترفين، نتطلع فيها لتعزيز تلك العلاقات الثنائية على المستوى الرياضي. وأضاف سموه: ونود في هذا المقام أن نشكر فخامتكم على حسن الاستقبال وعلى احتضان بلدكم الجميل لبطولة بريف الذي يعكس جهودكم الكبيرة في دعم القطاع الرياضي وتعزيز حضور وتواجد أندونيسيا كبلد حاضن للرياضة والرياضيين، متمنيا سموه في الوقت ذاته دوام التوفيق والنجاح لجمهورية أندونيسيا. وقد حمل فخامة الرئيس الأندونيسي سمو الشيخ خالد بن حمد تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وتمنية فخامته للبحرين مزيدا من الرفعة والتقدم والازدهار. وقال الرئيس ويدودو: إن زيارتكم لجمهورية أندونيسيا مهمة وتعزز العلاقات بين البلدين والشعبين، ونتمنى لسموكم والوفد المرافق طيب الإقامة في بلدكم الثاني، مشيدا فخامته في الوقت ذاته ببطولة بريف البحرينية الفكرة والمنشأ وبما حققه من نجاحات بل بما حققته من نجاحات في رياضة فنون القتال المختلطة العالمية.